بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في هذا التسجيل الثالث، والذي يمثل المحاضرة السادسة في وحدات القانون الدولي العام. نواصل تناول عناصر المكونة للقانون الدولي، وتطرقنا سابقا إلى عنصرين أساسيين. تطرقنا إلى الدولة كعنصر أصيل في القانون الدولي، ثم تناولنا بعد ذلك المنظمات الدولية على اختلاف أنواعها، وتناولنا طرق تشكيلها وتدبيرها. نصل الآن إلى العنصر الثالث، وهو ما يعرف بالشخصية الخاصة في القانون الدولي، والمقصود بها الأفراد، الخواص، والجماعات المتشكلة من الأفراد. لا يخفى عليكم أن تساؤل حول موقع الفرد في المجتمع الدولي أثار نقاشا طويلا، وطرح التساؤل: هل الفرد يمكن أن نعتبره شخصا من أشخاص القانون الدولي ويتمتع بدوره بالشخصية الدولية، أم أنه مجرد عضو فقط في المجتمع الوطني؟ الآراء التي تناولت هذا التساؤل وهذا الموضوع انقسمت بين من يؤيد الشخصية الدولية للفرد ولجماعات الأفراد، واتجاه آخر يرفض هذا الطرح. ونلاحظ أن لكل وجهة نظر حججها، وسنحاول أن نتناول بعض الاتجاهات الكبرى التي تناولت هذا الموضوع. في هذه المحاضرة سنتناول ثلاث اتجاهات أساسية ميزت بين المكانة التي تعطيها للفرد، وهل تمنحه هذه الصفة وهذه الشخصية القانونية الدولية أم لا. الاتجاه الأول هو ما الاتجاه الذي يمكن أن ننعته أو نسميه بالمذهب التقليدي، ويجسد ويمثل هذا الاتجاه مفكرو المدرسة الوضعية. فهم يرون أن القانون الداخلي مستقل تماما عن القانون الدولي. وهنا لابد من الإشارة إلى بعض رواد هذا المذهب التقليدي، خاصة الإيطالي أنزيلوتي والألماني تريبيل. هذا الاتجاه أو هذا المذهب ينكر فكرة تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية تحت أي ظرف من الظروف. وهذا الأمر يرجع إلى إيمان هاد رواد هذا المذهب بما يعرف بثنائية القوانين، بمعنى استقلال القوانين بين تلك
التي تنظم الحياة الداخلية والقوانين التي تنظم العلاقات الدولية، وبالتالي هم يركزون على مسألة استقلال القانونين عن بعضهما البعض. وهذا الاستقلال ينظرون إليه سواء من حيث مصدر القوانين أو من حيث الأشخاص المخاطبين بنصوصها وأحكامها. فالاتجاه التقليدي يرى أن مصدر القانون الداخلي هو الإرادة المنفردة للدولة، بينما يرى هذا الاتجاه أن مصدر القانون الدولي هو الإرادة الجماعية للدول. إذن هذه هي نظرتهم لمصدر القوانين. فالقوانين الداخلية مصدرها هو الإرادة المنفردة للدولة، كل دولة تصوغ القوانين بالكيفية التي تلائم خصوصيتها، بينما القانون الدولي هو نتاج لإرادة جماعية، وهذه الإرادة الجماعية تمثلها الدول المختلفة. هذا بالنسبة للمصدر. أما بخصوص الأشخاص المخاطبين بقواعد هذه القوانين، فالقانون الداخلي يخاطب الأفراد والجماعات الخاصة في علاقاتهم المتبادلة، وأيضا حتى في علاقاتهم مع الدولة. بالمقابل، أشخاص القانون الدولي هم أساسا دول مستقلة، وإضافة إلى الدول كما قلنا أشخاص القانون أو الأشخاص الدولية الأخرى، منظمات دولية مثلا. وبالنظر إلى العلاقات التي ينظمها كلا القانونين، لأن الاتجاه التقليدي ركز على في طرحه على التمييز بين القانون الداخلي والقانون الدولي، ومن خلال هذا التمييز والتركيز على القانونين الدولي والداخلي، فهو يبني نظريته الرافضة أو المنكرة للشخصية الدولية للفرد. قلت من حيث العلاقات التي ينظمها كلا القانونين، القانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو العلاقات التي تنشأ فيما بينهم وبين السلطات الداخلية للدولة، بينما القانون الدولي ينظم علاقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب، أو العلاقات فيما بين الدول وكما قلت الأشخاص الأخرى للقانون الدولي. هذا بالنسبة للطرح الذي وضعته المدرسة التقليدية أو المذهب التقليدي. إلى جانب المذهب التقليدي أو المدرسة التقليدية، هناك ما يعرف بمدرسة فيينا، ومن رواد هذه المدرسة هناك المفكر النمساوي كيلسون وألفريد فريدغوس. ألفريد فريدغوس، هذا الاتجاه الذي تبنته مدرسة فيينا فهو يسلم بشخصية دولية للأفراد غير مباشرة. لماذا؟ لأن هذه المدرسة ترى بأن القانون الدولي صحيح أنه يتوجه للأفراد، لكن هذا التوجه لا يكون للأفراد إلا عن طريق دولتهم. أيضا تطبيق القانون الدولي حسب مدرسة فيينا لا يتحقق إلا
من خلال الأوامر التي توجهها الدولة إلى هؤلاء الأفراد، بخلاف المذهب الأول التقليدي. نلاحظ أن أنصار مدرسة فيينا أو أنصار مذهب فيينا فينفون أي اختلاف بين أو تمييز بين القانونين الداخلي والدولي، سواء من حيث مصادرهما أو الأشخاص المخاطبين بهما أو حتى أهداف هذه القوانين. فهم يرون أن قواعد القانون الداخلي وقواعد القانون الدولي تشكل كتلة واحدة. إذن نلاحظ أنهم يختلفون اختلافا كبيرا عن الاتجاه الأول الذي ينكر الشخصية الدولية، الاتجاه التقليدي الذي ينكر الشخصية الدولية للأفراد، وهذا الاتجاه التقليدي كما قلنا الذي يميز بين القانونين الداخلي والدولي. فمدرسة فيينا عكس ذلك، فهي ترى أن الأفراد لهم شخصية دولية غير مباشرة، وأيضا هي لا تأخذ بنظرية التمييز بين القانون الداخلي والقانون الدولي، بل تعتبر كل هذه القوانين تشكل كتلة واحدة. لذلك فهم يرون أن النظام القانوني بصفة عامة قد يتضمن قواعد تتوجه للأشخاص باختلاف طبيعتهم، وهذا التوجه قد يكون مباشرا كما هو الحال في القوانين الداخلية أنها تتوجه للأفراد مباشرة، أو قد يكون غير مباشر كما هو الحال في القواعد القانونية الدولية. وبالتالي حسب هذا الاتجاه فالدولة هي في الأصل مجموعة من الأفراد، وهؤلاء الأفراد هم في النهاية المخاطبون بأحكام القواعد القانونية سواء الداخلية أو الدولية على السواء. إذن نلاحظ بأن هذا الاتجاه أقل إن شئنا أن نقول أنه تبنى موقفا أقل صرامة من موقف الاتجاه التقليدي الذي أنكر بالمطلق الشخصية القانونية أو الدولية للأفراد الخواص. بالمقابل هذا الاتجاه أخذ بما يمكن أن نسميه بالشخصية الدولية غير المباشرة. إذن هذا هو الاتجاه الثاني، اتجاه ما يعرف بمدرسة فيينا. الاتجاه الثالث هو ما يطلق عليه المدرسة الاجتماعية. على رأس هاد أو من رواد هاد المدرسة، المدرسة الاجتماعية، نجد الإنجليزي جورج سيل. جورج سيل وهو أصلا محامي بريطاني، وهو مفكر كبير من كبار المستشرقين، أيضا فهو مترجم لمجموعة من الكتب السماوية، أنه ترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية، ترجم الكتابات القديمة التي تناولت الديانات السماوية. إذن هو مفكر بريطاني أو إنجليزي كبير. هذه المدرسة الاجتماعية تذهب إلى القول بأن حقيقة المجتمع المعاصر في النهاية تتكون من مجموعة من الأفراد. إذن ترى أن المجتمع الدولي يتكون من مجموعة من الأفراد في نهاية المطاف، وهو نفس التكوين الذي يشكل المجتمع الداخلي، فكلاهما
الدولي، المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي يتكون من ما يمكن أن نسميه بمجتمع أفراد، une société d'individus. وبالتالي فهذا الاتجاه الاجتماعي يعتبر الفرد هو صاحب الشخصية الأولى والمحورية في المجتمع الدولي. إذن هذا الاتجاه الدراسة الاجتماعية أخذت بشكل واضح بمسألة اعتبار الأفراد الخواص سواء كانوا أفراد أو جماعات باعتبرتهم أشخاصا من أشخاص القانون أو المجتمع الدولي. وعموما هذه الاتجاهات الثلاث التي رأينا، وهي التي هي هذه الاتجاهات لا تجسد إلا نماذج لاتجاهات كثيرة تناولت هذا الموضوع، فموضوعيا يمكن القول بأن لكل رأي من هذه الآراء الثلاث، لكل رأي من هذه الآراء وجاهته ويمكن أن نقول أن الفرد قد لا يتمتع بالشخصية الدولية في بعض المسائل المعينة، وفي جوانب أخرى قد يتمتع بها بطريقة مباشرة. لذلك فنعتقد أن الأمر يختلف باختلاف الوقائع والظروف. فبعد الحرب العالمية الثانية وتغير بنية النظام العالمي، يمكن القول أن العالم أعاد صياغة الكثير من القواعد والنظم. فتم بداية إقرار ميثاق الأمم المتحدة، وفي نفس الفترة أيضا صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. وبالتالي يمكن القول أن هذه انطلاقا من هذه الفترة تنامت الترسانة التشريعية في مجال القانون الدولي الإنساني، وبالتالي احتل موضوع حقوق الإنسان مكانة مميزة داخل المجتمع الدولي. أعتقد أن كل هذه العناصر مجتمعة ساعدت، إضافة طبعا إلى غيرها، ساعدت في ازدياد اتساع الحيز القانوني الذي يحتله الفرد وبالتالي فإن حقوقه الفردية والجماعية قطعت خطوات كبيرة ومهمة في هذا المجال. أيضا لابد أن نضيف هنا بأن بعض الأحداث العالمية التي عرفها العالم، خاصة فضائع التطهير العرقي في كل من يوغوسلافيا السابقة وسيراليون ورواندا وغيرها، أدى ذلك إلى إنشاء محاكم جنائية مؤقتة بلاهاي وبالسيراليون، ثم بعد ذلك نشأت المحكمة الجنائية الدولية. أيضا في هذه الفترة مسألة أو مبدأ الاختصاص العالمي تقوى هذا المبدأ، وهو مبدأ يعطي أي دولة الحق متى أرادت ذلك في أن تختص محاكمها
الوطنية الداخلية بمحاكمة أي متهم بارتكاب إحدى جرائم النظام العام الدولي، والتي بدأت التشريعات الوطنية تفسح المجال لتقنينها بشكل تدريجي. بناء على ما سبق، يمكن أن طرح تساؤلا ملحا، وهو كما يلي: هل جميع الحقوق والالتزامات طبعا والقدرة على مقاضاة دولته ومقاضاة الدولة أيضا في كطرف في المنازعات، وأن هذا الاهتمام الكاسح بمسألة حقوق الإنسان، التساؤل الذي قلت هو أنه هل هذه الحقوق والالتزامات والقدرة على مقاضاة الدول ساهمت في تقوية مكانة الفرد على المستوى الدولي؟ فهو تساؤل نعتقد أن إجاباته يمكن أن نستخلصها من التحولات التي أصبحت تعرفها القوانين الوطنية للدول، خاصة بدرجة أولى على مستوى الدساتير، حيث أصبحنا نلاحظ أن هناك اتجاها ليس سريعا لكن اتجاها من طرف عدد كبير من الدول من أجل تكييف قوانينها الداخلية بدءا بدساتيرها مع المقتضيات الدولية التي تقوي مكانة الفرد وتعلي من شأنه، خاصة ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان والتي كما قلت أصبحت حقوقا كونية معترف بها عالميا. لذلك يمكن القول أن المتفق عليه في الفقه الدولي أن مسألة حقوق الإنسان لم تعد بالكامل جزءا من الاختصاص الداخلي للدول، لكن رغم ذلك فالدولة لا تزال هي أساس النظام الداخلي وأيضا النظم الدولية. مع ملاحظة أن مركز الفرد طبعا على المستوى الدولي أصبح يعرف ازدهارا كبيرا، وهذا الازدهار لا يتنامى إلا إذا كان نظام الدولة ديمقراطيا، وهذه الديمقراطية نعتقد أنها هي الضمانة الأساسية والأكيدة لإزالة أي لبس في مركز الفرد على المستوى القانون الدولي. لذلك يمكن القول أن الدعوة إلى أن يكون الفرد من أشخاص القانون الدولي كانت في الأساس تهدف إلى تجاوز بطش الدولة وتسلطها بطبيعة الحال، لكن الحقيقة هي أن ما قطعه الفرد من أشواط بعيدة في هذا المجال يدفعنا إلى القول أن الفرد أصبح يتمتع بشخصية قانونية دولية
صحيح أنها محدودة، لذلك هناك من يقول بأنه أصبح يتمتع بشخصية قانونية دولية من نوع خاص. هذه الخصوصية تختلف حسب وضع هذا الفرد، فهذا الوضع هناك من في بعض الأحيان يكون من يعتبره كوضع المنظمات الدولية، لكنها بالتأكيد تختلف قطعا مع طبيعة شخصية الدولة، لأننا كما قلنا ونكرر دائما بأن الدولة تظل شخصا أصيلا وأصليا من أشخاص القانون الدولي. وهذا الأمر الذي قلناه هو ما أكده إعلان فيينا وبرنامج العمل لسنة 1993، حيث اعتبر أن كل حقوق الإنسان أصبحت عالمية ومترابطة فيما بينها ولا تقبل التجزئة، بمعنى أن جميع حقوق الإنسان بمفهومها الواسع لا تقبل التجزئة. مثلا نأخذ بالحقوق الاقتصادية ونترك الحقوق السياسية أو الاجتماعية، لا، فهي مجموعة من الحقوق متكاملة فيما بينها ومترابطة لا تقبل التجزئة، وبالتالي فحمايتها تحظى بأولوية مطلقة في المجتمع الدولي، خاصة وأنها ترتبط بالأخلاق الدولية العامة وبكرامة الإنسان، لدرجة أن هذه القواعد أصبحت من القواعد المرتبطة بحقوق الإنسان، قلت أصبحت من القواعد الآمرة في النظام الدولي، وتتمتع بالحجية في مواجهة الغير. لكن مع ذلك يتردد الفقه الدولي، دائما قلت يتردد في منحه للشخصية القانونية الدولية للأفراد. لذلك كما قلت خلص أو الاتجاه الغالب الذي حاول الفقه الغالب الذي حاول أن يتخذ موقفا وسطا بين الاتجاهات الرافضة والاتجاهات وإن على قلتها التي تقبل باعتبار الأفراد كأشخاص من أشخاص القانون الدولي، قلت هناك اتجاهان فقهيا حاول أن يتخذ موقفا وسطا من هذا الموضوع، لكن خلص إلى أن هذه الشخصية القانونية الدولية للأفراد تظل شخصية محدودة قاصرة ممكنة ومحتملة. إذن الشخصية القانونية الدولية للأفراد، ذهب الفقه إلى تبني موقف وسط، صحيح أنه أعطى هذه الصفة بأن له الشخصية القانونية الدولية للأفراد، لكن هذه الشخصية تظل محدودة قاصرة ممكنة ومحتملة، une personnalité limitée mineure possible et éventuelle. بهذا نكون قد أكملنا المحور المتعلق ب أشخاص القانون الدولي. بعدما تناولنا الدولة والمنظمات الدولية وختمنا هذا المحور بتناول الأفراد
الخواص سواء كانوا أفراد أو جماعات كأشخاص للقانون الدولي. إذن بهذا ننهي هذا الحصة أو هذا التسجيل على أساس أن نشرع بداية من الحصة المقبلة في الأسبوع المقبل إن شاء الله في تناول مصادر القانون الدولي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وأتمنى لكم السلام لكم ولذويكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.